إذا أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. في هذه اللحظات فوصول جثمان الفقيدة أم الممثلة المغربية فرح الفاسي هنا لمنزلها الكائن وسط مدينة تطوان قبل نقل جثمانها عصر يوم السبت إلى المقبرة الإسلامية المجاهدين حيث سيوارى جثمانها هنا بمدينة تطوان. كما كتشاهدوا فحزن بادي على وجه البنت ديالها فرح الفاسي في هذه اللحظات. هي مناسبة باش نقولوا لجميع أفراد الأسرة الله يصبركم الله يرزقكم الصبر وإن لله وإن إليه راجعون. اللهم اغفر لها وارحمها، كانت سيدة تحب فعل الخير. لكن ما كتشاهدوا معنا متتبعي قناة شوف تي في فأجواء من الحزن، أجواء من الأسى بادية على وجوه أفراد عائلة المرحومة. فالله يصبر الأهل، اللهم اغفر وارحم المرحومة في هذه اللحظة. كما كتشاهدوا معنا فالكل هنا حزين على فقدان هذه السيدة الفاضلة، هذه السيدة اللي كانت دائما تحب فعل الخير. إذا متتبعي قناة شوف تي في لازلنا في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان بطبيعة الحال فوصول جثمان أم الفنانة والممثلة المغربية فرح الفاسي لمنزلها الكائن هنا وسط مدينة تطوان قبل نقلها إلى المقبرة الإسلامية المجاهدين. الله يصبر الأهل ديالها والله يرزقهم الصبر والسلوان والله يرحم المرحومة برحمته الواسعة. أجواء من الحزن والأسى في هذه اللحظات فغادي يتم نقل جثمان المرحومة إلى منزلها هنا وسط مدينة تطوان. اللهم اغفر لها وارحمها وإن لله وإنا إليه راجعون. كما لاحظنا وتابعنا من خلال بث مباشر فرح فالمرحومة كانت على موعد من أجل القيام بمبادرة إنسانية ولكن قدر الله ما شاء فعل. الله عز وجل بغاها وعلى الحال فهي التحقت بالزوج ديالها اللي توفي تقريبا منذ سنة، يعني سنة على يعني اللي كتوصل ما بين الموت ديال الزوج ديالها والموت ديال المرحومة أم الفنانة التطوانية الممثلة القديرة فرح الفاسي. بهذه الحال فهذه هما أفراد عائلة أم فرح الفاسي اللي توفت ليلة الجمعة هنا بمدينة تطوان. كما قلنا متتبعي قناة شوف تي في أجواء من الحزن والأسى بادية على وجوه أفراد عائلة المرحومة فرح الفاسي في هذه اللحظات. بطبيعة الحال فتم النقل ديالها هنا لمنزلها الكائن وسط مدينة تطوان
يعني قبل أن يورى جثمانها عصر هذا اليوم بالمقبرة الإسلامية المجاهدين هنا بمدينة تطوان. فاللهم اغفر لها وارحمها وارزق أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمرحومة كانت معروفة عليها أخلاقها العالية، كانت بشوشة، كانت دائمة الابتسامة، وكانت تحب فعل الخير. إذا متتبعي قناة شوف تيفي، هذه هي سيارة نقل الأموات اللي نقلت جثمان أم الفنانة فرح الفاسي اللي توفت ليلة الجمعة. طبيعة الحال فسيورى جثمانها عصر هذا اليوم. إذا اللهم اغفر لها وارحمها وارزق أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأتمنى منكم متتبعي قناة شوف تيفي أنكم تدعوا بالرحمة والمغفرة الأم الممثلة المغربية فرح الفاسي اللي توفت الأم ديالها ليلة هاد الجمعة. فإن لله وإن إليه راجعون. اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته، والله يلهم أهل ديالها الصبر والسلوان إن شاء الله. بالمتسبق قناة شوف تيفي أجواء من الحزن، أجواء من الأسى. هنا من أمام منزل الممثلة المغربية فرح الفاسي قبل نقل جثمانها إلى المقبرة الإسلامية الشهداء هنا وسط مدينة تطوان. طبيعة الحال فأم الفنانة فهي توفت ليلة الجمعة هنا بمدينة تطوان، وتم نقلها إلى المستشفى ديال صنيع درمن. والآن تم نقلها عبر سيارة نقل الأموات من مستشفى صنيع درمن إلى منزلها الكائن وسط مدينة تطوان على مستوى شارع الوحدة هنا بوسط مدينة تطوان الحمامة البيضاء. إذا متتبعي قناة شوف تيفي أجواء من الحزن، أجواء من الأسى. طبيعة الحال فشفنا البنت هي الفرح الممثلة فرح الفاسي وهي منهارة تماما. طبيعة الحال فكانت كتربط واحد العلاقة قوية مع الأم ديالها. حنا كنعرفوا أن الأم يعني فقدان الأم هو شيء صعب جدا. فنتمنوا إن شاء الله أن الله عز وجل أن يرزق الأهل ويرزق الممثلة فرح الفاسي الصبر على فقدان أمها. فإن لله وإنا إليه راجعون. إلى المتسبق قناة شوف تيفي فهاد أجواء الحزن، أجواء الأسى، وهي بادية على مجموعة من أفراد عائلة الفنانة التطوانية أو الفنانة المغربية الممثلة المغربية فرح الفاسي اللي توفت الأم ديالها ليلة الجمعة. اللهم اغفر لها وارحمها وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا المتسبق قناة شوف تيفي إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.